التلاميذ دونك نكملوا نشوفوا الشابيتر الثانيه اللي هو لو برينسيپ فوندامونتال دو لا ديناميك دون لو كاد ديال موفمون دو روتاسيون. حنا عرفنا مزيان في لي لوا دو نيوتن كاننا الا بغينا ندرسوا واحد لو كور او موفمون اون جينيرال خصنا ابليكيو لا دوزيام لوا دو نيوتن. لو برينسيپ فوندامونتال هو لا دوزيام لوا ولكن في الحاله ديال الروتاسيون غنشونجيو دي كيلكو غروندور. بحال دابا كنا كنخدموا بلا فورس تعرفنا دابا على المومو كنا كنخدموا بلاكسيليراسيون لينيير اللي هو ا تعرفنا دابا على لاكسيليراسيون اونغيلير. دونك هنا التيوريم دو مومو بيان لو برينسيپ فوندامونتال دو لا ديناميك فلوكا ديال الموفمون دو روتاسيون تعرفوا عليه كوم لوا باش نخدموا في الحاله ديال لي كور الا كانوا او موفمون دو روتاسيون. دونك لو برينسيپ فوندامونتال دو لا ديناميك شنو تيقول ليا؟ دونك عندي ان كور سوليد او موفمون جو ميكسكوز دو روتاسيون. الوغ باش ندير ليتود ديال هاد لو كور جابليك لو برينسيپ فوندامونتال دو لا ديناميك فلوكا دو موفمون اللي هو لا سوم ديال لي مومون دي فورس par rapport à delta bien sûr égale, je m'excuse, donc la somme des moments des forces égale g delta متخلعوش منه theta 2 point. Theta 2 point c'est à la fois lié à l'accélération angulaire, c'est exprimé en radian par seconde carré. Les moments c'est à la fois la somme des deux moments كاملين اللي زيد عندنا شي شويه وربما تكونوا ديجا تعرفتوا عليه اللي هو g delta. C'est g delta c'est le moment d'inertie. شنو هو هذا المومون d'inertie؟ Alors le moment d'inertie, bien sûr l'unité d'IELO c'est en kilogramme mètre carré. Je n'ai pas de moment d'inertie, mais je vais vous montrer une fille. Donc maintenant il a dit le corps en mouvement de rotation par rapport à l'axe maintenant. Alors le moment d'inertie ou tozi la répartition de la masse par rapport à l'axe. Ni tozi et il dit que le coût là, ni c'est pas l'axe. Ni maintenant l'extérieur ou l'axe de rotation ou un corps solide qui doit un mouvement de rotation tozi et le coût là. Ni maintenant qu'adam est chaque kilogramme kilogramme par mètre carré. Allah sardiali il a achiré. Il est qu'un tozi montadim qu'un groupe un âge delta montadim. Mais au moment le moment d'inertie que nous tozi ou bien la répartition de la masse par rapport à l'axe. Tozi et le coût là, ni c'est pas l'axe. Donc le head le g delta على حسب الشكل الهندسي. كاين واحد المجموعه من الاشكال الهندسيه تقدر تكون عندي ديسك مثلا دونك شاك فورم جيومتريك عنده واحد لو جي دلتا ديالو. بيان سور انا الا عطيتك لا فورم جيومتريك نقدر نعطيك ليكسبرسيون ديال جي دلتا واش يقدر بارفوا يقدر يكون ان دومي ام ار كاري مثلا بحال لو ديسك ولا شنو. دونك كل كا كيكون عنده واحد لو جي دلتا ديالها. دونك الا احتاجينا داك لو جي دلتا نعطيك جي دلتا ديال داك لا فورم جيومتريك. دابا غنشوفوا هاد ستيل برينسيپ فوندامونتال دو لا ديناميك كيفاش غنابليكيو باش اننا نديرو واحد ليتود ديال الموفمون سي فولي موفمون دو روتاسيون. دونك سي بور سولا غادي ندير واحد لابليكاسيون. الوغ ابليكاسيون الوغ غندير واحد لابليكاسيون باش نفهمو كيفاش نابليكيو هاد لو برينسيپ فوندامونتال دو لا ديناميك. دونك ناخذ واحد البولي تقدر دير ان موفمون دو روتاسيون هنا سيسبوندي واحد لو كور اس دو ماس ام. Bien sûr, la poulie de rayon R, c'est bon. Alors, supposons que le mouvement se fait sans frottement, ça veut dire que les forces de frottement est négligée. Alors, faites le cas là, on va essayer d'appliquer le principe fondamental de la dynamique. Regardez, on a deux manières de calculer les énergies, les amis. Où on a une poulie ou on a un corps. Il faut étudier le corps. غنابليكي لا دوزيام لوا دو نيوتن اللي تنعرف ندير. الا بغيت ندير ليتود ديال البولي غنابليكي هاد البرينسيپ فوندامونتال دو لا ديناميك في لوكا ديال الروتاسيون. نبداو بعدا حيت بوتيتر هنا نقدر نكون عطيك لو جي دلتا نعطيك لو غايون نعطيك لا ماس اكسيتيرا ونطلب منك باغ اكزومبل جبد ليا لاكسيليراسيون ديال هاد لو كور سوليد. انا الهدف ديالي هو تعرف بعدا تابليكي لو برينسيپ فوندامونتال على البولي وبيان سيغ لو كور راك تعرفو ما فيها باس الا عاودناه. بون دونك اول حاجه نمشيو نديرو ليتود ديال لو كور اس. اول حاجه سي بروميييرمون ليتود دي كور اس. هاد لو كور اس سومي ا دو فورس. الوغ عندنا لو بوا ديالو بي كتعرفوه وكاين لا طونسيون دي فيل تي. الى بغينا نديرو ليتود ديال هاد لو كور سيبوزون كو الموفمون غادا في هاد لو سونس هذا يعني بحال عندي بولي ولو كور غادي هابط للاسفل. الوغ الى بغينا نديرو ليتود ديال هاد لو كور هذا غنشوازي واحد لاكس فيغ لو با نسميو مثلا او زيد.
Il a l'étude de la de l'OCORS, on applique, si vous voulez, en appliquant la deuxième loi de Newton. Alors, je vais vous dire la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton, tu vous dire la somme des forces. D'abord, on a dit l'OCORS. La somme des forces extérieures appliquées à ce corps égale la masse fois l'accélération. Très bien. شحال عندي من فورس الاخوان هنا كاينه بي راكم عارفينها وكاين لا طونسيون دو فيل اللي هي تي دونك بي بلس تي ايغال ام ا بيان سور هادي سي لا ريلاسيون فيكتوريال خصنا نديرو لا بروجيكسيون دونك ردوا البال الله يجازيكم بخير دونك لا بروجيكسيون باش كنحيدو لي فيكتور دونك لا بروجيكسيون سور او زد تري بيان يلا على سيدي هنا عندنا دونك سيدي بي بي كيفاش دايره مع او زد غاده في نفس لو سونس دونك غتكون بلس بي هي زيد سيدي دونك عندنا تي في لو سونس انفيرس دونك غادي تكون ان سين موان دونك سي موان تي ايغال شنو ام ا تري بيان دونك لا ريلاسيون الاولى هي البي كنعرفوها مزيان هي ام جي موان تي ايغال ام ا نقدر نجبد التي لا طونسيون دو فيل حيت ما عنديش تقريبا لي دوني اللي قلت لكم جوج دلتا ار ام الوغ تي في هذه الحاله هذه سي ايغال ام جي موان ام ا دونك بالنسبه ليتود ديال لو كور اس عطاني هاد لا ريلاسيون الاولى اللي هي لا طونسيون لانتونسيتي ديال لا طونسيون دو فيل سالي دابا لو كور اس ندوز دابا ندرس البولي البولي كيما باش ما تنساوش الله يخليكم البولي راه كدير واحد الموفمون دو روتاسيون يعني خصنا نابليكيو عليها شكون لو برينسيپ فونداميونتال دو لا ديناميك في لو كا ديال الروتاسيون دونك غادي نحيدو هاد لا بارتي باش نكملو ليتيود ديالنا الوغ نمشيو للبولي الوغ دابا غندوزو بي ليتيود دو بولي الوغ بالنسبه للبولي قلنا كدير موفمون دو روتاسيون دونك غنابليكيو البي اف دي في روتاسيون اللي هو لا سوم ديال لي مومون دي فورس بارابور دلتا ايغال جي دلتا تيتا سكوند تري بيان نشوفو بعدا لي فورس ابليكي على البولي شكون هما غنجي البولي كاينه لا فورس كاينه لا طونسيون دو فيل غير لا طونسيون دو فيل في هاد الحاله الا بغينا ندرسو البولي دونك راه الخيط راه نورمالمون كيابليكي اون فورس هنايا على لا بولي غنسميوه مثلا تي بريم زيد لي زوطخ فورس شكون كاين كاين لو بوا ديالها هي بي بريم وكاين لا رياكسيون سي فولي دي سوبور يعني داك لاكس دو روتاسيون حتى هو عنده اون رياكسيون اللي كنعرفوها الوليدات قبيله تفهمنا عليه هو ان كاع لي فورس كي سوكوب لاكس ما عندهمش مومون يعني باش نذكروا بالاخوان دونك هنا قلنا مثلا في هذه الحاله لو بوا راه كيتابليكا من لاكس دونك بحال كيجر لتحت دونك ما عنده حتى شي افي على الموفمون دو روتاسيون لا رياكسيون كذلك وبالتالي لي مومون ديالهم ايغال زيرو علاش لان سوكوب لاكس دو روتاسيون بون نمشيو على بركه الله شحال عندي من فورس قلنا كاينين هنا ثلاثه بي بريم و ار تي بريم دونك نقول بان لو مومون دو تي بريم بلس لو مومون دو بي بريم بلس لو مومون دو ار ايغال جي دلتا تيتا دو بوان سي بيان قلنا المومون ديال بي بريم وديال ار ايغال زيرو علاش بجوج كيساويو زيرو لان هاد لي دو فورس سوكوب لاكس دو روتاسيون دونك ما عندهم حتى شي افي على الموفمون دو روتاسيون دونك هادو مشاو اش غيبقى ليا الوليدات غيبقى ليا فقط لو مومون دو تي بريم لو مومون دو تي بريم ايغال اشنو نشوفو تي بريم دونك ايغال قلنا جي دلتا جو ميكسكوز تيتا دو بوان نشوفوا دابا لو مومون دو تي بريم شكون هي لو مومون دو تي بريم ها هي تي بريم اللي هي لا فورس ابليكي بار الفيل سور لا بولي دونك حنا غاديين في لو سونس دو روتاسيون ها هي تي بريم كتعاون الموفمون ديال البولي وبالتالي غيكون لو مومون بوزيتيف دونك بيان سور لا ديستانس هنا شكون هي الشباب غتكون هي لو غايون ها هي حيت بيربونديكولير في كل بلاصه وبالتالي اش غيكون لو مومون دو تي بريم غيكون هو تي بريم فوا ار ايغال جي دلتا تيتا دو بوان تري تري بيان دونك نقدروا نجبدوا تي بريم في هذه الحاله غتولي تي بريم ايغال ار جو ميكسكوز جي دلتا تيتا دو بوان سور ار ها هي واجده الان الى لاحظتوا في ليتود الاولى لقينا تي طونسيون دو فيل في ليتود الثانيه لقينا تي بريم لا طونسيون ديال الفيل حنا في لي موفمون اللي كنخدموا عليهم هذا العام غنسيبوزيو ان هذا لو فيل هذا اون اكستونسيبل يعني ماشي الاستيك
وبالتالي الا كان الفيل انكستنسيبل يعني ماشي الاستيك الاستيك كتعرفوه دونك يقدر يغير لا لونغور ديالو ماشي هو هذا لوكا ديالنا حنا بعادين شويه على الاستيسيتي دابا دونك غنتكلموا فقط على ان الا كان هذا لو فيل انكستنسيبل سافو دير كو تي راه هي تي بريم يعني نفس التونسيون ما غاديش تبدل لانتونسيتي ديالو بحال بحال ماشي لا ما كنتكلمش على لي فورس يعني لي فيكتور المتجهات كنتكلم فقط على لانتونسيتي دونك اول حاجه خصنا نرد ليها البال ان هذاك لو فيل راه انكستنسيبل دونك الخيط غير قابل للامتداد دونك لو فيل انكستنسيبل دونك شنو يمكن لي نقول بان تي ايغالا تي بريم مزيانه هادي هي اللي تقدر لان لاحظتوا انا المعطيات اللي باغي نعطيكم عطيكم لا ماس جي دلتا ار ام حتى جي تا هي خصنا حنا دابا نلقاو لاكسيليراسيون مزيان هاد القضيه غادي تدفعني ديال تي بريم كتساوي تي حيت تي ها هي عندي واجده تي بريم ها هي تا هي واجده اللي غيبقى مديرونجيني واحد شويه سي تيتا دو بوين انا كنعرف بان دونك انا كنعرف بان غادي نحيدو الشكل دابا انا كنعرف بان يلا خدمنا ولا خدمنا على لاكسيليراسيون طونجونسييل دونك لاكسيليراسيون طونجونسييل دونك قلنا لو كور هو هذا نورمالمون هاد لو كور هذا اس غادي بواحد لاكسيليراسيون اين اكسيليراسيون واش طونجونسييل ولا نورمال سي لاكسيليراسيون طونجونسييل حيت غادي مع لو فيل دونك هنا كنتكلموا على لاكسيليراسيون طونجونسييل دونك هذاك ال اللي خدمنا عليه سي لاكسيليراسيون طونجونسييل وحنا تنعرفوا قبل بان داك لاكسيليراسيون طونجونسييل ما علاقته مع مع تيتا دو بوين كنا درناها في الاول لاكسيليراسيون طونجونسييل في هذه الحاله هو ا اللي هو دي في سور دي تي اللي هو شكون هو في الاخر سي ار Normalement, V, c'est D de V sur DT. L'IOA, A égale. Normalement, V, c'est R theta point. Donc, c'est R theta 2 point. Donc, l'accélération, ou R theta 2 point. Et nous, l'accélération tangentielle. Donc, R theta 2 point. Je n'aurais dit quoi, finalement. Donc, theta 2 point. Je n'aurais dit quoi, il y a l'accélération sur R. مزيان علاش درت هادي باش هاد عوض هاد تيتا دو بوين حيت ما عنديش دونك خصني نخدم بلاكسيليراسيون ا دونك تيتا دو بوين هي ا سور ار مزيان هادشي كامل لاش باش نلقى ديك تي بريم دونك تي بريم في هاد الحاله اش غادي تولي تي بريم ايغال جي دلتا فوا بيان سور تيتا دو بوين هي ا سور ار مع هاد الار ديجا اللي كاين لتحت غتولي ا سور ار او كاري مزيان الشباب لقينا سيدي تي بريم ها هي لقينا ديجا تي غندير دابا ليغاليتي ونجبد لاكسيليراسيون ا دونك نمشيو نديرو ليغاليتي ديالهم دونك على بركة الله دونك تي بريم ايغال تي شكون هي هاد لاله تي بريم هي جي دلتا فوا ا سور ار كاري مزيانة ها هي جي دلتا ا سور ار كاري ايغال تي فين هي تي هي ام جي موان ام ا مزيان قلنا تقريبا في لي دوني عندكم كلشي انا باغي نحسب لاكسيليراسيون دونك عندي ا هنا وكاينه ا هنا دونك نقدر نجيبهم بجوج في الطرف دونك غيولي عندي جي دلتا فوا ا سور ار كاري بلس ام ا ايغال ام جي نعمل هنا ب ا اون فاكتور دونك غتولي ا فاكتور دو جي دلتا سور ار كاري بلس ام ايغال كوا ايغال ام جي فينالمون هاد لاكسيليراسيون شحال تساوي لنا دونك L'accélération A, c'est égal mg divisé sur g delta sur r carré plus m. Finalement, on a trouvé l'accélération du mouvement. Donc, pour généraliser, donc on va faire l'étude du mouvement de rotation. Le corps qui est en rotation, c'est le PFD, qui est la somme de moment égale g delta theta seconde. Ou le corps qui est appliqué la deuxième loi de Newton, quelques deux relations, on dit l'égalité, surtout les canons de fil, inextensible, donc les intensités qui sont obtenues. Ou finalement, on peut trouver l'équilibre, soit l'accélération, soit g delta, etc. à la حسب les données qui sont دونك دابا نكونوا انهينا لابليكاسيون ديالنا دونك نتمنى تكونوا استوعبتوا هذا الشيء دونك الحصه الجايه ان شاء الله باش نشوفوا تمارين فيما يخص الموفمون دو روتاسيون دونك بالتوفيق للجميع وتنتمنى تاخذوا الحذر ديالكم والحيطه باش تمر هذه الفتره ان شاء الله بسلام.